means we need to measure the manner حصل بطول ومستخدمين وشركاء التعاون الوطني على صعيد الاقليم الاجتماعي ولا سيما التعاون الوطني. وهاد الدوره التقنيه اللي يقوم بها القطاع من خلال لقاءات الصعيد الوطني، هاد البرنامج بطبيعه الحال هي نتاج ديال هاد اللقاءات التشاوريه. واليوم ان شاء الله غادي نتكلموا من خلال جميع الخطوط اللي كتشرف على المؤسسات الاجتماعيه على صعيد النساء باش تفهم الرؤيه الجديده والاستراتيجيه الجديده ديال الوزاره وديال القطاع الاجتماعي وديال التعاون بين المؤسسات وفي السدف الرقمي للمنهج الاجتماعي والخدمات. لانه كتعرفوا هناك مجموعه من المؤسسات الجديده التي رأت النور بالنسبه لقطاع التعاون الوطني وبالنسبه للقطاع الاجتماعي. هي الرقمنة ديال الخدمات الاجتماعية تدخل حيز التنفيذ كذلك، وهذا اللقاء يأتي تحت. نبداو بالسياق العام، السياق العام اللي غادي نحاولوا نقدموا فيه المستويات الثلاثة اللي جات في إطارها هذا الإدماج الرقمي في إدماج الخدمة الاجتماعية. غيكون في المستوى ديال الانترناسيونال، يعني لي كونفونسيون انترناسيونال اللي صنع لهم لي زوج جهات الحكومه والتطبيق ديالها اتخابر البرامج ديال القطب الاجتماعي ومن ضمنهم مؤسسه التعاون الوطني. دونك ابخي الاطار المفاهيمي ان شاء الله الرقمنه، ابخي الاطار القانوني اللي دارته المملكه المغربيه من اجل تطبيق الرقمنه في مختلف الادارات ديالها، موراها عندنا تطبيق ديال هذه الرؤيه. اليوم نتواجد بهذا الفضاء الاجتماعي حيث سنعقد دورة تكوينية في مجال الرقمنة لفائدة أطر ومستخدمي التعاون الوطني والقطب الاجتماعي في إطار برنامج جسر، وهو برنامج يأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الذي يستهدف رقمنة جميع الخدمات الاجتماعية من خلال تواجد مجموعة من المراكز والمؤسسات الاجتماعية على الصعيد الوطني تشرف عليها مؤسسة التعاون الوطني، ومنها مثلا مراكز المساعدة الاجتماعية، مراكز توجيه واستقبال الأشخاص في وضعيات إعاقة، الفضاءات المتعددة للنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووحدات حماية الطفولة. يأتي هذا اللقاء من طبيعة الحال في إطار المواكبة المتواصلة والمتوازية مع البرنامج الحكومي في إطار رقمنة الخدمات الاجتماعية والإدماج الاجتماعي لتسهيل الخدمات على المواطنين وكذلك الولوج إلى الخدمات الاجتماعية بطريقة سلسة تمكن المواطنين من الاستفادة من جميع الخدمات. وعلى صعيد إقليم الخميسات كذلك سيعرف إقامة جوج مراكز جسر، واحد بمدينة الخميسات والثاني بدار المواطن بمدينة تفلت، وهذه المراكز ستعرف من طبيعة الحال واحد مجموعة من الترميمات باش تكون إن شاء الله في المستوى اللائق لاستقبال هذه الخدمات وكذلك استقبال المواطنين المرتفقين للولوج إلى خدمات جسر بشكل سلس وكذلك لتسهيل استفادة جميع المواطنين من الخدمات الاجتماعية بطريقة عصرية وبطريقة جديدة يستهدف هذا البرنامج، وهو من طبيعة الحال نتاج مخرجات النموذج التنموي المغربي. وهذه الدورة هذه قسمناها على يومين نظرا للعدد الكبير ديال المستفيدين وكذلك تعميما للفائده، حيث تم اشراك مجموعه كذلك من الشركاء والفاعلين الاجتماعيين لمؤسسه التعاون الوطني تعميما للفائده. وفي نفس الوقت سيتم تقديم هذه العروض لجميع الاطر وجميع المستخدمين حتى يطلعوا على الجديد فيما يتعلق ببرنامجه واستراتيجيته الجديده
وفيما يتعلق بالوسائل التي يجب الاعتماد عليها من خلال الرقمنة، من خلال المستجدات الجديدة التي يعرفها نظام الرقمنة على الصعيد الوطني، وهو نظام يخدم كذلك الخدمات الاجتماعية والإدماج الاجتماعي. والمرتكز الأساسي هو الولوج لهذه الخدمات بطريقة سلسة وتسهل لجميع المواطنين الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشكل سهل جدا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.